Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zainul Quran بالقرآن وأهلي بيتي.
صحبه ذوي القرآن. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لس كنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي
حروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكروا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. والصابرين والصابرات.
والمتصدقات والصائمين والصائمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله.